يشارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والتي تعقد أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة السبت المقبل لبحث ما يجري في قطاع غزة مؤخرا من أحداث مؤلمة ومجازر ارتكبت بحق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس الشريفة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور منصور سرحان، عضو مجلس الشورى، عضو الوفد المشارك في أعمال هذه الدورة. سعادة الدكتور منصور، هل لك أن تحدثنا عن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي سيعقد بالقاهرة السبت المقبل إن شاء الله؟ نعم، شكرا جزيلا. طبعا يأتم أكاد هذه الجلسة الطارئة بدعوة من معالي الدكتور علي عبد العال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بجمهورة مصر العربية، لكل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك بناء على الطلب المقدم من الشعب البرلمانية بدولة الكويت الشقيقة، وتأييد كل من دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية للوقوف على ما جرى في غزة مؤخرا من أحداث ومجازر ارتكبت في حق الفلسطينيين، وكذلك قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. طبعا تأتي مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال هذه الجلسة من منطلق ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية، والتي هي قضية العرب الأولى، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما يواجهه من ممارسات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل طبعا خروج على كل الأعراف والتقاليد والأديان، بما يقتضي معه التعاضد والتعاون العربي لإيقاف هذا التصعيد الخطير في الأراضي العربية المحتلة، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بما يتماشى وموقف مملكة البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على أن السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة في 4 يونيو 1967، وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم طبعا. وبهذا طبعا الطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما أكدته قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعية عملية السلام ومبادرة السلام العربية. ومن هنا فإنما تمر به القضية الفلسطينية من أحداث وانتهاكات متواصلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للأشقاء في فلسطين وللمقدسات، يستدعي التنسيق العربي الدائم، ومن ضمنها التنسيق على مستوى البرلمانات العربية أجل التغلب على هذه الظروف والتحديات المتعلقة بقضيتنا المركزية في فلسطين. نعم، إذن سعادة الدكتور منصور سرحان، عضو مجلس الشورى، عضو الوفد المشارك في أعمال الدورة، شكرا جزيلا لك.